براءات الاختراع وقيمة براءات الاختراع في تحديد الصناعة؟ براءات الاختراع شيء أساسي وإلا يضيع حق المخترع، ولازم تكون دولية مش محلية بس. يعني ده موضوع خطير يعني، والمركبة الفكرية والسرقات العلمية النهاردة موجودة بكثرة، لابد يكون في حرص في كل خطوة، خاصة إذا كان الموضوع كبير ومؤثر وله وزن أو بيغير في المجتمع وتأثير على المجتمع بحاله. المهندس هيكل بدير، حضرتك لديك اختراع نود أن نلقي مزيد من الضوء عليه، وطبيعة هذا الاختراع ومن وجهة نظرك كيف سيغير في بعض الأمور اللي كانت بتؤخذ بشكل اعتباطي أو غير مقنن. الموضوع بتاعنا يتعلق بالطاقة. النهاردة العالم بيواجه مأزقين، مأزق نضوب الطاقة الغير متجددة، البترول ده طاقة غير متجددة، ومأزق الاحتباس الحراري. الاثنين متعلقين ببعض، لان حرق البترول في سبيل الحصول على الطاقة هو اللي ادى لمأزق الاحتباس الحراري، خاصة بالانبعاثات الكربونية اللي طالعة منه جديدة. لو بحثنا في معظم اسباب الاحتباس الحراري تعود ل 80% منها الانبعاثات اللي طالعه من محركات العربيات. في طبعا وسائل، في تفكيرات وسباقات في العالم علشان يحلوا المشكله دي، لكن عن طريق البدائل كمحطات نوويه وطاقه بديله. المحطات النوويه والطاقات البديله تحل مشكله المنشات الثابته، مصانع، منازل، اناره الشوارع، كهرباء، قطارات، لكن وسائل النقل تخرج عن النطاق ده. ما نقدرش نستعمل لا نووي ولا شمس في إدارة سيارات أو محركات. المشكلة كلها في المحرك الموجود، لابد من محرك ما يكونش انبعاثاته الكربونية بهذه الصورة. هو المحرك عبارة عن إيه؟ ما هو إلا محول للطاقة، ويحول الطاقة المختزنة في الوقود إلى طاقة حرارية ثم إلى طاقة ميكانيكية. المحركات الحالية احنا بنعتبرها ما هي الا عاقبه لسوء التصميم. اولا هي لا تحول فعليا الا اقل من 10% من الطاقه المختزنه في الوقود. صحيح ان المحركات الحاليه كفاءتها الحراريه تصل ل 40%، لكن ال 40% بيفقد منها ثلاث ارباعها اثناء تحولها الى قوه اليه حزم اداره. المحرك اللي احنا عملناه بيخلي العزوم عزوم الدوران او عزم الدوران خلال شوط القدره بالكامل عزم كامل مش متناقص او متذبذب زي في المحركات الحاليه. النتيجه ان هو بيطلع عزم اداره 4 أضعاف العزم الموجود، وهذا يعني ان انا احصل على قدره 4 أضعاف بنفس الاستهلاك او بربع الاستهلاك اخد نفس القدره. الجزء الثاني فيه ان هو بيرفع الكفاءة الحرارية في المحركات الحالية. ما نقدرش نرفعها لأن الكفاءة الحرارية متعلقة بالفرق بين درجة حرارة بداية الاحتراق وبين درجة حرارة العادة. الفرق ده ما اقدرش ازوده، لأن انا ما اقدرش ارفع درجة حرارة الاحتراق لأنه المعدن هيتشوه لو رفعنا عن درجة 900 كلفن اللي هو بقى حاليا بيستعمل، إلا إذا قدرت أعزل غرف الاحتراق وجسم المحرك من الداخل علشان ما يتأثرش. وحاليا في تكنولوجيا ظهرت جديدة اللي هي العزل بسيراميك الزيركونيوم، ولكن المحركات الحالية لا يمكن استعمال فيها هذه التكنولوجيا، لكن المحرك بتاعنا بيسمح باستعمال هذه التكنولوجيا، وده ممكن يرفع الطاقة الحرارية إلى تخطي حاجز 60%، وبالتطوير قد يصل الى 75 و80%، مما يعني في النهاية ان انت حصلت على محرك قدراته طبعا هي مذهلة وقد تبدو مش طبيعية قدام بعض الناس، لكن بالتحليل العلمي وكل حاجة معمولة بالدراسات، ومعنا فريق عمل قوي من اساتذة الجامعات كلها بيدير هذا المشروع، ففي النهاية هتحصلي على محرك يوفر 80% من الطاقة.